الإيجابية الظاهرة في التعليم عن بعد هو التوعية التقنية عند الأسرة. صارت الأمهات يعرفون البرامج، يعرفون بعض وسائل الدعم الفني البسيطة، بل حتى بعض الأسر، وحنا نتكلم عنها في موضوع الأم العاملة، بعض الأمهات علمت حتى الخادمة، الخادمة العاملة علمتها كيف مثلا لو صارت في مشكلة الأم العاملة اللي تعمل خارج البيت والأبناء يعملون يدرسون في الصباح. فأنتجت توعية تقنية عند الأسرة، صار في وعي تقني عند الأسرة. هذا يمكن من الإيجابية أو الإيجابية السائدة والظاهرة. نعم. اثنين، أصبح الأول الوعي التقني، الثاني الوعي التعليمي بمستويات أبنائنا الحقيقية. صرت أنا أعرف عيالي في التعليم الحضوري كانوا يروحوا المدرسة، أنا ما أعرف مستواهم، خصوصا يعني في المرحلة الابتدائية بيجي التقويم المستمر بالنهاية متفوق، أنا ما أعرف كيف يعني كيف الآن أنا معهم، أي الآن أنا معهم وهم أمامي، أنا أعرف ولدي لما يسأل الأستاذ قدامي يجاوب ولا ما يجاوب. صحيح. لما يقول يا فلان، لما ما يجاوب ولدي أعرف أن ولدي مو فاهم. أعرف ولدي في التعليم الحضوري ممكن يكون الولد موجود، احنا نسميه الحاضر الغائب، موجود لكن ما يشارك. في التعليم عن بعد لا، أصبحت أنا موجود جنب ولدي، الأم موجودة جنب بنتها، تبدأ تدعمها للمشاركة، تحفزها المشاركة. إذا صار في وعي تقني، صار في وعي تعليمي للأسرة بشكل عام. أيضا من المحاسن السلوكية في التعليم عن بعد غياب المشكلات التربوية مثل التنمر، وهذا منتشر سائد في مدارسنا. منتشر سائد يا شيخ؟ اي نعم، منتشر وسائد، ما يسمى بمصطلحنا العامي الطقطقة، اللي يعلقون على طالب، ينكتون على طالب، على شكل، على طول، على لون، على هذا. طيب. المسح